تسلم ايدك يا دكتور. ان شاء الله حضرتك تمشي على الدواء ده. ده مرتين، ده ثلاث مرات، ودي حقنه مره في الاسبوع. لو حصل اي حاجه كلميني ولا بتعملي ايه؟ هو انت لسه ما بتبصليش وانا بكلمك؟ ميرسي جدا، نورتينا يا فندم، نورت في عيادتك. وكمان بتتكسف؟ يا اختي عليك. باي باي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.